موقف لواحد رجلي لا كان قاعد انا جيب الله عجيتي البارح. شنو هو الاحساس ديالك كنتي في اسبانيا؟ الاحساس ديالي راني جيت من المسكريه. اييه وصباح النور عليكم ومرحبا بكم مع انا والمكانه ديال انا والماليطه ديالي. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجميل جدا. سوف يكون عباره عن فيديو الذي سوف اتنقل فيه من مدينه الى مدينه ليست مدينه. شما نقول لكم بركه الحياه ومصافي العشي. دابا انا بجوري ديال المر ودابا كنجر الماليطه ديالي اخي عادي نمشي لواحد البلاصه اخرى اللي بعيده عليا اللي بعيده على هنايا 70 كيلومتر. انا قلت لكم ما عادي نمشيش من هنايا حتى نرجع امشي ترجع اسود في اسود ترجع كحال عادي نبقى نتسارى. شنو عادي نبقى نتسارى كوسطا بكوسطا من كوسطا لكوسطا حتى الى كوسطا نمشي نكوسطا نرجع اسود نحاوم الخاوه ما كنتلفش انا تلفت ما عرفتش واش هي هيدا ولا هيدا. لا نمشي هيدا بالنسبه ليوري ديال البار اللي بغى يجي لا كننصحكم تجيونا الكوسطا. علاش؟ حيت فيها شويه ديال الرخاء يعني غير الاوتيل اللي كنت شابرويا انا راه تقريبا 30 ديال الاورو الليله يعني 30 اورو الليله جي ضرب سيمانه عاد تبقى هنايا اخاي ديالي حتى تفحم بلاصه سميتها جوري ديال المار. اجيو من هنا انا باقي هنا تعطوش وانا عمش نتحرك دابا نشوف الاوتيل عندك يهرب ماشي الاوتيل البوس البوس عندك يهرب. مرحبا بكم في ستاسيون ديال خيرونا. انا سبق لي نزلت هنايا انا وانا بنوتي يا حسره انا وني ما كنا جينا فاكونس هاد البلاصه هادي. دابا غنمشيو نبقشو على الترين الترين كاين الفوق غادي نبقشو على الترين ومنوع الحريق اخي الحريق غيجي من الصداع والمشاكل جبنا البوليس البوليس وحتى الجدرمي انا عمسي. المهم غادي نمشيو نقطعو الترين ونمشيو بحالنا ان شاء الله بحول الله. قال لك اسيدي خصك تسنى واحد ربع ساعة على ما يجي الترين ديالنا وحنا كنتسناو ربع ساعة ما فيها والو نتسناو حتى نص ساعة وعشرة الساعات انا وماليطة ديالي. كنت كنقول لكم مرحبا بكم انا والحمارة ديالي ولكن ما كسبش دابا كنقول لكم انا و ما عنديش مع الكاتالان ما عنديش مع الكاتالان. بخير واخيرا وصلنا الى مدينه اخيرون فيغيراس اخاي الصديق ديالي هو في عثمان الخاوي ديالي. جبت معايا الشتا ولا جبت معايا المخزن؟ ياك فيغيراس المدينه قال لك اسيدي ما شافش المخزن ساجيت انا عاد كيبان له المخزن وجبت معايا حتى الشتا. اي والله دابا جا مورايا ستاسيون وعاد نمشيو للدار دابا نحطوا المسائل غنعالجو غنحشيو شي حاجه في وجهنا وفي غنمشيو الخاوه نمشيو للبحر الرصاص غنمشيو نحشيو ولا نبحر انا جيت على البحر ماشي كنطير نبحر. مرحبا بكم في فيلا ديال عثمان. عثمان فيش بالخاوه ديالي دابا غنطلبو الفيلا غنمشيو للبحر دابا عبيقه كادي نشوف واحد صاحبي هنايا عامل معاه
دابا ديك صاحبي كيشبان واحد صاحبي كان جالس هنايا كيشبان هذاك اللي جالس وصاحبي باقي صغير وهذا كبير جيت انا قلت مشى عبيقة خليته يتسناني حتى كبر دابا كيشبه له واه قولوا دابا غادي ناكلوا شي حاجه و فين غادي ناكلوا حاجه ونهضوا من الحاره شنو نوريو طرقه طنخير شنو الطائر طويار شنو اسمه فين الطنخير ثانيه شنو هذا قيل عليه والله الا طنخير راه راهي مكزوره فين هنايا اسمو طنخير زعما هاني يا طنخير قال لك انا شو لما تلاقي الداعي عبيقه عبيقه اخي عبيقه باغي نسقسك واحد الحاجه شفت تي في كتهضر الخار سقسوك قالوا لك شنو هي الفرق بين المراه المغربيه والمراه الاوروبيه انت قلتي لهم المراه الاوروبيه كطيب لك وكتوجد لك دابا انت جيتي لنا هنايا ما بقيتيش في المغرب واش جبرتي ديك الشيء اللي قلتي نشوف تي في يعني غلط صفه المعلومه غلط طلب السماح للعائله ديال المغرب المغرب كامل العصر جات كنعملوا راسي ما كاين حتى غير انا والو عبي قدري واش الله غادي تلاقينا هنايا وعندي وهي بحر معنا وعيمشي معنا ان شاء الله ولا كونتو اس روساس 3 روساس 960 مرحبا بك عبيقه في الرصاص واخيرا وصلنا لبلايا نعم سيدي غادي نمشيو نريحو فشي بلاصه واعره هنا شو هذا عامل له الكمامه مسكين شوف عامل له الكمامه عثمان وما عامل شي الكمامه السيد عامل الكمامه في عبيقه فين الكمامه الكمامه عامله في يدو عبيقه وزمع معك الخوا دابا غادي نشوفو شي بلاصه مزيونه نجلسو فيها وصلنا معطلين الاربعة العشيه دابا يالله نزلوا شي بركه تما هذا واحد السيد كينعس هنايا وقال ما غيمشيش من هنا حتى يكمل هذا الشيء هذا هو على هنا بيصبغ هذه هذا الشيء واعره الصراحه برافو ليه واخا هو جا اليوم ماشي النهار ديال البحر الله ينعل الشيطان ولكن هيداك وعن بحر كاين شويه الشرقي ودابا كنشوفوا بلاصه كنا في واحد الجهه لهن دابا كنشوفوا بلاصه فيها غادي نمشي بلاصه اللي ما ضربناش فيها الشرقي خاصك كاين الشرق يعني خصنا نبعدو من التراب خصنا نبعدو من الرمله غنمشيو لجهه ديال الحجر والبرد ما كاينش زعما درجه الحراره مرتفعه جدا ولكن يعني مرحبا بكم في الرصاص مع عمر الطنجاوي وعبيقه وعثمان عبيقه هو فين هو كيبان بحال الرحاله عبيقه مطو يا عبيقه وداغي حاجه خويا طنجاوي واحد البلاصه واعره بزاف اخي واخا ما قلت لكم ما كاينش النهارده بحر بالحق العومه كتجي واعره دابا اخي اش من فين هو دابا فين تينا عبيقه هنايا فين هو البرد والله ما كاين برد اخي كرسا واعره جالسين هنا يا اخي ديالي البحر مي كان هو اللي صرح فينا برد والله ما فينا برد عاش ما فيك برد اخويا لا والله ما فيش برد اخويا ولكن فيه برد واعر هذه هي الساعات العوميه ديال العشيه 6 ديال العشيه 7 8 10 حنا كنا كنعوموا اليوم انا وبكر 11 ديال الليل 6 ونص دابا 6 ونص باقي بكري يا اخي شوفوا بحر يا سلام يا سلام على بحر بحر جميل جدا السرد مرس ها هو فينو وعبيقه هو فينو والغا عم واقف على واحد الرجله مرسى راه تعرف شي سمعتي هذه اللعبه كان قاعد وانا في قسم الاستاذ كتقول لي بلا ما استاذ كتوقفكم الى فين كنتوا على رجل واحد كنت تيصلي كنت كنطير كنت كنطير في قرايه علاش كتوقفك على رجل حيت كنت كنضرب في قرايه استاذ كتوقفكم سالينا سالينا كنضرب في قرايه ساليتو بحال اوليدي اكي طاموس هرمانوس خويا عمر اديوس بلايا الساعة باش نمشيو فحالنا دابا جانا خمس ساعة وجانا جانا الجوع غادي نمشيو نشوفو جانا الجوع جانا الجوع نعم اخا جانا الجوع جانا الجوع فينا الجوع دابا غنمشي نشوفو شي بلاصة ناكلو فيها نرجع تما شوية صاحبي عرفت وخا القايلة ما كايناش يتشويت غير بالهواء
مرحبا بكم في هذه البلاصه الواعره بزاف مع السيد عبيقه. عبيقه وحش رقمي شرير، طاقته سيتسون سلاحه. شنو هو السلاح ديالك اخي؟ سلاحي هو لسان. لسانه كيضرب بلسانه عبيقه. دنيا عبيقة رعنا يماو شو مالك اسطنبول هو من اللي كيعجبوني انا في اسبانيا هما الاحياء الشعبيه كيعجبني ندور فيهم ونتسالى وبنقص نقص اخا عمر اي نقص لا نقص معاهم انا اذا ما نقصش ما كاين والو عبيد فاصل جافي والله غباليو اكبر تخوص سنانك عبيقه عمر لك ريشه دابا عاد نمشيو على الطار ديالنا ان شاء الله بصحه احنا زعما كما ترون الان احنا مع عمر الطنجاوي ومعاكم عبيقه دراري عملت دي بلاص مو اخي ديال ما نعساش ريكو دي طان في المافيا دافريكا معنا مجبر تشيكا مافيستا مانيفيكا كوربا لوكا هذا كان كيسافر مع اتحاد طنجه عليه يركب نبقى كيغني لنا هنا اذا بعد يشبرد التطبيق باش نمشيو حنا من الدار ديالنا باش نضربوا شي سدويجه العائله ديالك ما منا خير اسمع شنو هو الاحساس ديالك وانت في اسبانيا الاحساس ديالي احساس جميل جدا حسيت به هذه 5 سنين يا انا جبت الله عاد جيت البارح شنو هو الاحساس ديالك وانت في اسبانيا الاحساس ديالي راني جيت من المسكارية جمع كورونا خيدي يا سلام على عبيقه 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 معنا اليوم المهم دابا حنا في الكراسيدي غادي نشبروا الطريق من بلاصه في الدار ديالنا في كيراس الخاوي ديالي الله اكبر الله اكبر الغزلان ديالي دابا جات الساعه ديال النوم ها البلاصه اللي نتكى فيها اجمل بلاصتين في العالم مني للحيطه هاي ديالي واعره بلاصه دابا باش نعسو غنتسناو نهار اخر يجي اخي غدا نمشيو البحر بعد غدا غدا بعد غدا انا نمشيو نرتاح شويه حيت واحد الشرقي ماشي عادي كيضرب هاد اليوم غدا نطلعو في كيراس نضربو باسيلي في كيراس طبعا اسمع عادي سيرينا ما عادي فلتشي وصافي الغزلان ديالي نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وخليتكم من الاخر اديوس